موضوع خطبة اليوم عن أحد هؤلاء السابقين أيها الإخوة من المهاجرين، أحد الأعاظم النجباء، أحد الأصحاب الأوفياء الذين ظلوا معتصمين بعروة الاقتداء بسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إنه رجل نسيج وحده بشهادة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، من الصعب أن تجد له ضريباً أو ضريعاً أو مثيلاً. إنه رجل مشى حياته في طريق متوحداً فيها إلا من قليلين، طريق موحشة لا أنيس فيها، إنها طريق الحق وملازمة الحق المر أيها الإخوة، ودفع أثماناً باهظة وضرائب طائلة ولم يثنه ذلك، لم تنفع فيه لا ترغيبة ولم تثنه عما هو بسبيله ترهيبة، وبقي على ما هو عليه حتى لقي الله واجتمع بحبيبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. إنه جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعجبت لمن يترجم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، فيجعل أبا ذر بعد المرتبة 60 أو 70، مع أنه رابع أربعة أيها الإخوة، رابع أربعة أو خامس خمسة، كان الخامس في الإسلام. عجيب، أسلم هكذا مبكرا على أنه ليس قرشيا وليس من أهل مكة، لماذا يا ترى؟ لماذا؟ أبو ذر الغفاري من تلكم القبيلة المهيبة الباطشة، حلفاء الشر وأهل الليل والظلام أيها الإخوة، الذين يسطون على القوافل إن لم تؤدي ما عليها من فريضة وضريبة أو أدت ما لا يرضي. إنهم قوم أولو بأس شديد من قطاع الطريق في وادي ودان الذي يصل مكة، شرفها الله وصانها وحرسها بالعالم الخارجي. هناك يقبعون هذه القبيلة الأيدة القوية مهيبة الجانب. أبو ذر كان علماً من أعلامهم، رجل جسيم كث اللحية، أخشن الثوب وأخشن الوجه وأخشن الجسم، فارس يشكل وحده غارة، يشكل وحده غارة تنقطع له قلوب الفرسان أيها الإخوة، على أنه رجل متأله متربب، كان ثائراً على الأصنام وعلى عبادها، لا يراها إلا صوراً من صور الزيف ولوناً من ألوان الأباطيل، حجارة مكومة وأخشاب منضدة، عمر عابديها أطول من أعمارها وميلادهم قبل ميلادها، فلماذا تعبد؟ ولماذا تعنو لها الأجبهة والجبين؟ كان كافراً بها، لا يفتى يسخر منها أيها الإخوة، ولم يعنو لها مرة، وكان يطلب الله تبارك وتعالى موقناً بأن الخالق المدبر العليم الحكيم لابد أن يكون خالقاً متفرداً بالوحدانية لا إله إلا هو، لابد أن يكون رباً واحداً وإلهاً معبوداً لا شريك له ولا معه. فلما تنام إلى سمعه وتناهى أيها الإخوة شيء من نثارات الأخبار أن رجلاً يدعى محمد ابن عبد الله خرج بمكة يدعو إلى دين جديد، بعث أخاه أنيساً قاله اذهب واستطلع لي خبر هذا النبي المبعوث في العرب في مكة. فذهب أنيس وغاب غير طويل ثم عاد فقال ماذا وجدت؟ قال وجدت رجلاً يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. قال ما شفيتني، هذا هو؟ قال فأخذت جرابي وعصاً، هكذا أبو ذر متقلل زاهد، فأخذت جرابي وعصاي ونزلت مكة، هذا في أول أيام الإسلام، لقد كان الخامس أيها الإخوة، وفي بعض الروايات الرابع، في أول أيام الإسلام، شيء عجيب. قاده بحث المضني عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى إلى أن يكون من المبادرين المسرعين، وشاءت له العناية الإلهية أن يكون في الرعي الأولين من السابقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن نحن في العهد السري، الرسول لا يستعلن بل يستكتم ويستخفي هو أصحابه
ويجتمعون حين يجتمعون في دار الأرقم. قال: فنزلت مكة لست أسأل عنه وأحاذر من كل أحد. ومكث أياما، في بعض الروايات 30 يوما وليلة، ليس له طعام إلا زمزم، يشرب من زمزم، يطوب بالبيت، يترصد ويترقب وينظر، لا يعرف محمدا، يسمع عنه ولا يعرفه، لعله يلقاه فلم يلقه ولم يتفق له. ورآه الإمام علي عليه السلام الشاب، أول من أسلم أيها الإخوة، من الصغار على الأقل، أول من أسلم من الصغار، ورآه فقال: الرجل غريب؟ فقال أبو ذر: نعم. قال: هلم إلى المنزل. فتى الإمام علي، فتى لكن رجولة، هذا الهاشمي ربيب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، رجولة وثقة بالنفس وكرم وأريحية، مباشرة ضافه عنده: هلم إلى المنزل. والرجل مكث مدة متمادية لم يضفه أحد. أول ما رأى علي قال: هلم إلى المنزل. قال: فاتبعته لا يسألني ولست أخبره، لا يعرف من هو هذا. وكرم العربي أيها الإخوة، يأبى علي أن يسأل ضيفه: من أنت ولما وفيما؟ لم يسأله. وقراه، قدم له قراءة الضيف وأكرمه. فلما أصبح الصباح انطلق أبو ذر مباشرة إلى البيت، يطوف ويترقب لعله يرى محمدا، لعله يسمع اسمه، هو له بالأشواق، تحنان غامر أيها الإخوة يدفعه وشوق لاهب. حتى إذا آبت الشمس وغابت راه علي مرة أخرى، قال: لم تجد ما تريد، أما أنا يا الغريب أن يتعرف منزله؟ قال: لا. قال: هلم إلى المنزل. فضافه الليلة الثانية، لم يسأله علي ولم يخبره أبو ذر. وهكذا فعل في صباح اليوم الثالث، حتى إذا غابت الشمس أيها الإخوة وغربت، قال له علي عليه السلام: أما أنا الغريب أن يتعرف منزله؟ فيما أنت؟ قال: إن أخبرتك تكتم علي؟ قال: نعم، سر. قال: سمعت برجل يقال له محمد ابن عبد الله، خرج نبيا. قال: قد رشدت يا رجل، قد رشدت يا رجل، فوجهتي إلي، أنا كنت قاصدا إلي. علي يقول: أنا الآن ذاهب إلى محمد، فهلم معي، اتبعني، فإن أحسست بشيء ملت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. خوف، خوف من عتاة سدنة الشرك والكفر أيها الإخوة أن يسطو بهم. فمضى به حتى أدخله على رسول الله، فلما دخل قال: السلام عليك. فكان أول من حي بتحية الإسلام أبو ذر، على فكرة هذه من أوائله، أول من طرح هذه التحية أبو ذر الغفاري، قال: السلام عليك. فرد النبي المجتبى: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعني يا محمد. فتلى عليه شيئا من القرآن العظيم الكريم، فأعلن بإسلامه من فوره وسعته: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. مباشرة فطرة سليمة، شخصية قويمة تتعشق الحق أيها الإخوة وتتماهى به ومعه. ما تأمرني يا رسول الله؟ قال: ارجع إلى قومك وبلاد أهلك وكن هناك حتى يبلغك ظهوري. وفي رواية: أمري. النبي لم يكن يعلم أنه سيهاجر بعد حين طويل، لكن حتى يبلغك ظهوري، إن ظهر أمري واستتب فأتني ثانية. الحكمة عجيبة، سيره النبي مباشرة إلى أهله. فقال: لا يا رسول الله، لا لا، والذي نفسي بيده حتى أصرخ بها بين ظهرانيهم. ليس أبو ذر من يتكتم على دعوة الحق، أنا أبو ذر الرجل الجسور الشجاع الجياش الصدوق أيها الإخوة المستقل الشخصية. قال: لا، أنا لا أستكتم، قبل أن أغادر إلى أهلي لا بد أن أصرخ بكلمة التوحيد بين ظهراني هؤلاء المشركين. فجاء المسجد من تاليه ووقف: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: فضربوني لأموت، أي ضرب موت،
مباشرة تكعكعوا عليه أيها الإخوة، واجتمعوا وجعلوا يضربونه ضربا مبرحا ضرب موت، وهو لا ينثني يردد شهادة التوحيد. فرآهم العباس وتعرف إليه، هم لا يعرفون هذا الغريب من هو ومن أين ولما، فقالهم: ويحكم يا معشر قريش، هذا جندب ابن جنادة من غفار، ومتجركم وممركم عليهم، يقطعون عليكم قوافلكم. فتركوا، خافوا فتركوا، ولم يغادر أبو ذر، وبقي اليوم الثاني، بقي يوما آخر، وخرج أيضا في المسجد وصرخ بها بين ظهرانيهم فضربوه ضرب موت. فجاء العباس فأكب عليه وأنقذه للمرة الثانية. ثم إنه غادر إلى قومه، فسأله أخوه أنيس: ماذا وجدت يا جندب؟ قال: ما وجدت إلا خيرا، وما صنعت إلا أنني أسلمت. قال: فلست أرغب عن دينك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أخوه قبيلة طيبة، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قصد إلى أمهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأسلمت من فورها. ثم جعلوا يعلنون بدعوة الحق في غفار حتى أسلم شطرها، نصف القبيلة، بيسر وسهولة وعن سماح. وأما النصف الآخر فأرجع إسلامه حتى يرى الرسول، قال: نريد أن نسلم بين يدي رسول الله، إن ظهر ذهبنا إليه وأعلننا إسلامنا، نحن على موعد مع الإسلام، فكأنهم مسلمون مع وقف التنفيذ. ولم يكتفي أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه النتيجة، بل ذهب إلى أسلم، قبيلة أسلم، يضيء فيها مصابيحه، يضيء فيها مصابيحه، فأسلمت أسلم، فأسلمت أسلم. إخواني وأخواتي، وكر الدهر ومرت السنون 13 سنة، وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه وصفيه أن يهاجر إلى مهاجره، أرض ذات نخل بين لابتين، إنها المدينة التي نورها بأضوائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وكانت بدر، وكانت أحد، والخندق، وفي الإبان والأثناء أيها الإخوة، أرادت غفار وأسلم أن تعطي الرسول البيعة على الإسلام وعلى النصرة. وفي ذات يوم من الأيام المباركة رأى الراؤون موكبا جليلا أثار النقع على مشارف المدينة، ولولا التكبيرات المتعالية الصادحة لظن الظان أنهم جيش غاز، أنهم جيش غاز، لكنهم يكبرون الله أكبر ولا إله إلا الله، حتى إذا استبانوا وظهروا فإذا هم غفار وأسلم، قبيلتان، رجال ونساء وكبار وصغار، وفي المقدمة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. فأتوا النبي وأعطوه البيعة وأعلنوا بإسلامهم بين يديه، وقام النبي يدعو ويخبر: غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، ما قلت هذا لكن الله قال هذا، غفار غفر الله لها. الله أكبر، غفار إنها من ثمرات أبي ذر، إنها من أثماره الطيبة اليانعة المباركة الهادية، وأسلم من ثمار أبي ذر رضي الله عنه. ما أبرك هذا الرجل، ما أعظم هذا الفارس أيها الإخوة، وأعظم بركاته وأبعد أثره في أمة الخير. غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، ما قلتها أنا، بيقول هذا ليس من عندي، إنما قاله الله، الله تبارك وتعالى قال هذا.